على بعد أيام قليلة من مؤتمر جنيف 2 تشتعل كل الجبهات في سوريا، أما أشدها فتلك المندلعة بين مقاتلي الجيش الحر والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. وبعد الخسائر التي منيت بها في ريفي حلب وإدلب حيث قتل 36 من مقاتليها وأسر 100 منهم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طالبت داعش بهدنة فورية لا سيما بعد فقدانها السيطرة على مدينة أتارب في محافظة حلب. وبعد تأليف الجبهة الإسلامية من كبرى الفصائل المسلحة المعارضة، خرجت فصائل جديدة في حلب وإدلب عن عباءة ما يدعى الجيش الحر، مطلقة على نفسها اسم جيش المجاهدين، وأعلنت صراحة أن الهدف من اندماجها شن الحرب ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام. تعلن الفصائل التالية عن اتحادها تحت راية جيش المجاهدين، وهي كدائب نور الدين الزنكي، لواء الأنصار، لواء أمجاد الإسلام، تجمع فاستقم كما ورد، حركة النور الإسلامية، لواء الحرية الإسلامي، لواء جند الحرمين، لواء أنصار الخلافة وفصائل أخرى، والله من وراء القصد. وفي وقت قرر هؤلاء متابعة القتال، سلم عشرات المسلحين من الجيش السوري الحر وجبهة النصرة أنفسهم وأسلحتهم إلى السلطات السورية في حي برزة بعد مفاوضات طويلة وحصار دام أكثر من سنة على أن تجري تسوية أوضاعهم كما حصل سابقا في المعظمية. وذكرت مصادر عسكرية أنه بقي في حي برزة عدد قليل من مقاتلي جبهة النصرة، من المتوقع أن ينسحبوا باتجاه الغوطة لتعلن المنطقة آمنة. الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من جهته أعلن دعمه الكامل للمعركة التي يخوضها مقاتلو المعارضة ضد داعش، في وقت بدأ الائتلاف اجتماعا في اسطنبول يستمر حتى الاثنين أو الثلاثاء لتقييم قراره بخصوص المشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده في 22 من كانون الثاني. ويذكر أن وزيري الخارجية الروسي والأمريكي يستعدان للاجتماع في 13 من الشهر الحالي في باريس للتباحث بشأن المشاركة الإيرانية في المؤتمر التي رفضتها واشنطن في وقت سابق.